ثاني احكي يمي ما شاء الله اكل ايه طبعا. السلام عليكم. هلا وسيف شلونك؟ انا وسيف اختصاص. وايد ما شفتكم. جيت على اكثر اربعة ملتزمين للامانة. ولا مرة يعني كلكم لا؟ هاي ليش صارت؟ كنا مترزلين. والله انا ولا مرة متأخر. كذاب. انت ايش تدري اول واحد. انا وسيف نجي حتى قبل المخرج. والله انا قبل اللي ابو المولد يشغل الكهرباء للسيف. قبل كل شيء اجي انام هنا شوي ارتاح. كله كذب. حياتنا كلها يعني؟ لا ما اتذكر. ما اتذكر والله. اني يوم والله ما اتذكر وصلت. بس يمكن مبتش احد بدون ما ادري. الله الله الله. لا مضروب ابو شهم ما تطلع منك. لا لا ها هيك شيء انا صايره بي. لا انا دائما درد مويه نفسي بالمشاهد يعني. اي عبالي انه بالبيت واحد بس عيد بالعاده. اي انا اي شكو مخبل احكي يا روحي. انا صارت بي مخبل. لا وش اسوي اطري اكشن حزين بعدين اضحك بعدين ابكي بعدين شوف العالم دت بوالي. 16 سنه انا مقدمه برامج بدون فلوس. انا لا طبعا هاي دائما وابدا مشكله ازليه. بس والله موقفه شو يسوي لازم نجاوب خصوصا اذا عد خطار يم قرايب يم قرايب يم اصدقاء عادي الملوخيه ومشهم تعرف الجايات. طيبا الملوخيه ابو شهم اليوم ما راح تنام بالبيت. قبل لو هسه انا يعني بديك السنه وبهاي السنه مو نسيت اني قلاده عجبتني لبسونيها بالتايتل واخذتها بالعافيه. واني همين اخذت هيك علبه مال بيوت بلندر. انا عجبني الرباط مال عام لو هسه مال هسه. اي انا من غسان العب بالتليفون يفقد اي شيء احكي له ما ينتبه. لا 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 هو شنو. لا 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 بابا ما دام جبتوها على التليفون سيف تدرون شنو مثلا عادي عادي كان ديبكي هسه بمشهد بكي وديبكي زين واول ما نقول كات يشيل التليفون. استوى متمرغل يعني. لا نكون مشهد نبكي اني ويا مثلا يصير كات انه دريد نعيد هاي يقول لي نكته لو فد شيء ضحكني لو ينصب على شيء نضحك ونرجع مره ثانيه بالمشهد نبكي. فسالفه التليفون انت خسران بيها والله. لا بس انت بالتليفون يعني انا ايش ما اسولف لك غسان ابو شهم سالم يعني قمت ادور على اسماء شخصيات ثانيه احكي وياه ما يجاوب. قلت له شنو غيره اسمك؟ ما يجاوب ابد من يلزم التليفون يفصل. مرتين خاصة. انا بالنسبة لي ما احكي نكات بس دائما سوالفنا الضحك انا وغسان نضحك على وايد اشياء. هو غسان انا اذا باع بوجهه اضحك. بالضبط. خجلتوني والله. كافي لا كله ولا نخجله كافي خلاص. هاي شنو اللغو؟ ترى ما له داعي. مقاعدين؟ مقاعدين بدنا نكمل. وين نروح؟ قوم. جيم؟ قوم للجيم. تشرب.